التفاعلات العكسية. التفاعلات العكسية هي التفاعلات التي تتفاعل فيها المتفاعلات وتكون النواتج، ومن الممكن أيضاً أن تتفاعل النواتج لتكون المتفاعلات مرة أخرى. بما أن التفاعل يسير في الاتجاه الطردي مكوناً النواتج، ويسير أيضاً في الاتجاه العكسي مكوناً المتفاعلات، فإننا نستخدم السهم ذو الاتجاهين للدلالة على التفاعلات العكسية. من أمثلة التفاعلات العكسية تفاعل التفكك الحراري لمادة كلوريد الأمونيوم، وفيه يتفكك كلوريد الأمونيوم مكوناً غاز الأمونيا وغاز كلوريد الهيدروجين، اللذان يتفاعلان على سطح أنبوبة التفاعل ويكونان كلوريد الأمونيوم مرة أخرى.